هناك اتفاق أبرم قبل سنتين ودولي بين إقليم كردستان وبين حكومة الاتحادية، ويسمى باتفاقية سنجار حربية. نعم. التي هي خاصة بهكذا أمر في استتباب الأمن والاستقرار، وأرجعنا الحين أيضا وأن يكون هناك توليد القناعة لدى مواطنين في إرجاع من مناطقهم. نعم. وحل مسألة الإدارة والازدواجية الإدارية التي هي الآن في سنجار. فالجانبين اتفقا وبحضور أمامي كما قلت. فالآن من البساطة أو هذه الاتفاق أو هذا القرار، فهذا القرار أيضا يسهل على تطبيق هذا القرار أيضا أو اتفاقية سنجار. طيب أنا بس أقول اتفاقية سنجار شنو مخرجاتها؟ يعني الإدارية وين تكون؟ تكون لبغداد لو للإقليم؟ الإدارية قد وضعت الاتفاق ما بين الجانبين مشتركة، هناك إدارة يتم الاتفاق عليها بموافقة المحافظ وبموافقة الإدارة. نعم. تغيير جميع الإدارات ووضع إدارة جديدة. نعم. سنجار ووضع آلية جديدة للأجهزة الأمنية فيها والإدارات. نعم. فيها، وأنا هيكون من الوضع الأمني وتعيين 2500 عنصر من الشرطة ومن الأجهزة الأمنية من المكون الإزيدي في هذه المنطقة، واستتباب الأمن والاستقرار فيها، وكذلك توفير الخدمات الأساسية وحل الواقع المزري أو الواقع الصعب المعقد في جبل سنجار. تعلمون هناك صراع استراتيجي وصراع سياسي في جبل سنجار. نعم. حل هذا الأمر أيضا، وأنا طالبت شخص رئيس الوزراء بالتدخل وبالقيام بواجبه إذا كان الأمر يتطلب تدخله، حتى في التدخل في لدى الدول المجاورة إذا كان هناك تأكيد الدول المجاورة في هذا الأمر، وكذلك استرداد الأمان والاستقرار، وأن يكون هناك سيادة في الحق.